عليكم حبايبي، اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل الدجاج المشوي على البطل، لان كثير سألوني شلون هاي يصير بالبطل ويجوز يطق البطل وما يستوي الدجاج، فحبيت اقدم لكم هاي الطريقة. وهنا عندي هنا دجاجتين هالمرة انا راح اسوي، غسلتهم بملح وصفيتهم وغسلتهم زين، يعني فركتهم بالملح وصفيتهم، وراح ابدا احضر الخلطة. وصفة هنا عندي نص كوب، اذا تستعملون دجاجة واحدة استعملوا ربع كوب، بس انا اللي عندي دجاجتين استعملت نص كوب زيت، اما زيت الزيتون او زيت نباتي، ونص كوب خل، ومثل ما قلت لكم استعملوا ربع اذا تستعملون يعني تشون دجاجة واحدة. هاي بابريكا بملعقة الكوب، يعني نص ملعقة اكل. اوريغانو اذا ما عندكم ممكن تستعملون شوية زعتر، واذا ما عندكم لا تضيفون شوي. هاي اوريغانو، وهاي الخلطة مثل ما قلت لكم تقللون منها اذا تستعملون بس دجاجة واحدة. وهذا عندي هيل مطحون، وعندي زنجبيل. انا بشغل الفرن على درجة حرارة 250، راح اخليها على البطل واخليها بالصينية واخليها. هنا عندي زنجبيل مطحون، وهنا عندي ملح تقريبا ملعقة اكل، يعني اثنين من هاي. عندي ثوم، ثوم راح اهرسه. هذا ثوم مهروس. اذا تحضرون هاي الخلطة قبل ساعتين من الليل للصبح تكون اطيب، بس هسه انا لانه بشوفكم اياها. وهنا عندي كزبرة مطحونة حبو دقيتها بالهاون. هاي المواد كلها راح اخلطها واخليها للدجاج. هنا هاي الدجاج شوفوا، راح اخلي له هاي الخلطة ادخلها بداخله، يعني يصير هاي الوصفة كلش طيبة. اذا طبعا اللي بالعراق هسه متغدين اكيد فيقدرون باكر يجربوها، ومن اليوم تبلوا الدجاج وحضروه، وتفيدكم بشهر رمضان تصير اطيب من المطاعم. هنا شوفوا شوفوا، راح اخليها كلها تصير بيها يعني بداخلها. اتأكد اخذ من الخلطة منها واخلي بيها هذا البطل. شوفوا المي بيه 3/4 يعني ما متروس، وهذا الثاني شوفوا انا هنا خليت، راح اخلي شوية خل، هذا شوية من يتبخر ينطيها نكهة طيبة. تقدرون تخلون ورق غار اي شيء، يعني مثلا شوية قرنفل. هنا أنا راح اخلي شوية هاي فلفل اسود حبات صغار، ايش كم وحدة. ولا ترسون البطل 3/4 حتى ما يفيض، يعني من نبدأ نشوي. هنا شوفوا هاي الدجاجة انا ما فتحتها من بطنها، يعني بقت مسدودة بس شلت منها الزيادات والرقبة، وراح اقعدها هنا. وهاي الفوهة شوفوها مفتوحة مالت البطل حتى البخار يطلع، راح تصير كلش طيبة. والصدر لان اكثرنا ما نحب الصدر قوي، فراح يستوي بهالحالة كلش يستوي لانه البخار يخليه يستوي. هسه هاي الثانية شوفوا هذا المكان مبين، وانا عندي خضروات شوفوا هاي بوتيته
وهاي عندي خضروات بها فاصوليا، وهاي جاهزة تكون مجمدة، ممكن وياها جزر، ممكن يعني أي شيء تحبون. هذا ملح لأنه كامل راح أخليه، وأخلي هاي الباقي كله، وراح أخلطه. شوفوا بالخلطة اللي استعملناها للدجاج، وراح أفرشها هنا. خليتها والخلطة اللي بقت خليت بها هاي الخضروات، أي خضروات تحبون راح أخليها هنا جوا، راح ينزل طعم الدجاج عليه ويستوي، ويبقى تقريبا ساعة ونص. إذا تبقون وياي مستمرين أشوفكم إياه، واللي عنده شغل يقدر يعني يأخذ راحته، لأن الفيديو راح يصير موجود بعدين. بس إذا تباعون مباشر وياي طبعا أنا أتونس وياكم. هنا راح أشيله وأخليه بالفرن، بس خليه أرتبه شوي أكثر. راح اخليه بالفرن، وانا مشغله الفرن على درجة حرارة 250، راح اخليه بقاعدة الفرن. شوفوا هذا هو قاعد بالفرن وما طق البطل، هذا شوفوا، وهاي الخضروات كل شوية اخلي شوية مي للخضروات حتى لا تيبس وتحترق، وراح يحمر لون الدجاج بعد شوي، بدأ يحمر من فوق هذا بس ما مبين شوية بالصورة، لان شوفوا هاي حبايبي هاي الدجاج، شوفوا شلون صار احمر بالفرن، بقى تقريبا ساعة ونص وصار، وبعد راح أكثر يحمر وأشوفكم إياه بالأخير. هذا الدجاج من بعد ما استوى، كان محمص ومقرمش.